وخد بالك كمان من نقطه في منتهى الاهميه، وهي انه امبارح كان في سوء توفيق شديد جدا. طبعا احنا تابعنا المباراه وانا كنت بتفرج عليها، وكان الواحد اعصابه مشدوده، وكانت كل فرصه بتضيع بتخلينا نروح لسيناريو اصعب. لكن في النهايه زي ما قلت لحضراتكم، لو التوفيق كان حاضر في مباراه المقاولين امبارح كان الاهلي فاز بسكور كبير جدا. ودي النقطه المفترض تكون الشغل الشاغل لمستر موسيماني، مش بس علشان ماتش المحله، لا على مدار الموسم كله، اللي بعتقد انه ان شاء الله باذن الله يكون موسم ناجح. وشايف مقدمات بتقول لو حافظنا على مستوانا وحافظنا على تركيزنا، وخدوا بالكم لسه لعيبه كتير جدا في الاهلي ما خدتش فورمه، ولسه لعيبه كتير في النادي الاهلي ما انسجمتش انسجام كامل. يعني حط في الخانه دي على وجه التحديد بيرسي تاو، خوسيه لويس، ميكيسون، حسام حسن، كريم فؤاد، اللعيبه دي ما تاقلمتش بالشكل الكافي وما وصلتش للتوب فورم بتاعها، وان شاء الله باذن الله يوصلوا له في اسرع وقت ممكن. عشان كده بقول ان قماشه الاهلي السنه دي تطمنك، والاهلي قادر يحقق العلامه الكامله مش بس في اربع ماتشات، في كل الماتشات في كل المواجهات محليا كانت او افريقيا. المباراه الوحيده اللي استثني منها او استثنيها من الموسم كله، واللي توقع ان ممكن يكون ليها سيناريو مختلف عن بقيه المواجهات اللي هتحصل على مدار الموسم اللي جاي كامله، هي مباراه تشيلسي ان شاء الله لو وصلنا ليها في كاس العالم او نهائي كاس العالم انديه. لو تشيلسي وصل كاس العالم انديه ووصل نهائي والاهلي وصل نهائي وتقابلوا مع بعض، دي المباراه الوحيده اللي اعتقد ان ممكن يكون فيها سيناريو مختلف. ما عدا ذلك افريقيا ومحليا شايف على الاقل انه الاهلي قادر وبشده، قادر وبقوه. كل التوفيق لرجالتنا.